بانون ثمين هي خلطة من أعشاب طبيعية مضاف إليها عسل السدر وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح وطلع النخيل، مجربة في القديم والحديث وجاءت بنتائج ممتازة لمشاكل الرحم والإنجاب، فهي تعمل على تقوية التبويض، تنشط المبايض وتقضي على كسلها وتكيسها، نافعة جدا للإنسدادات وخاصة إنسداد قناتي فالوب، معدلة للإضطرابات الهرمونية وخاصة هرمون الحليب البرولاكتين، مقاومة لكل التهابات الرحم والجهاز التناسلي بصفة عامة، معدلة للإضطرابات الدورة الشهرية ومنقية للرحم، ومنشطة للرغبة عند الإناث، مجرب لأكثر من 18 سنة ونتائجه ممتازة، طبيعي 100% وبدون أي أضرار جانبية، احذروا التقليد.